هي صعيبه صعيبه. غتخرج تخدم عندك كدير الدري، الراجل غيجيب لك ما تاكل تا الولاد تا هو ولا مريض، غتشتي سكانات حاول متبعه ليه مع الجيران ومع الحباب ولا اله الا الله. وصافي الناس هما اللي كيعطيوك اللي قسم لما توكل الدراري كيشوفوا الحاله. هو كنعيش وضعيه صعيبه بالنسبه لهاد الوليد، بزاف د الحوايج كنبغي ليه، ليكوش الدواء، انسان كريم موضوع، انسان اضطر توصل واحد المرحله اللي ما توكلت للدراري. الراجل اللي غادي يجيب لك ما تاكل راه مريض، دار غير كروسه الحوت، وفي هاد الازمه راه ما كاين لا خدمه لا والو. دابا 4 شهور ديال كركه سنه، والموضوع راه تقريبا شي 6 شهور ديال الموضوع. ايوا الحمد لله الحمد لله. كنطلب من خوتنا المحسنين يساعدونا الله يجازيهم بخير. هاد الوليد تا هو كيقرا، الله يعاونونا الله يسهل عليهم. عنده 13 عام.